حبايبي يا طلاب سنة أولى، عاملين إيه أخباركم دفعة 2023؟ يا رب تكونوا بخير. كل مرة في آخر الفيديو بقول ابعتولي الإساي اللي تكتبوه، محدش بيبعت حاجة. المرة دي قلتها في أول فيديو أهو، ابعتولي يا جماعة إساي على الجروب في التليجرام، بحيث إن إحنا نعمل ما تكتبش اسمك خالص، تمام؟ بس عاوزين نناقش نشوف إيه الغلطات بتيجي إزاي وإزاي نعالجها. الغلطات بتيجي إزاي وإزاي نعالجها، عشان كده مش هينفع انا ما يكونش عندي ماتيريال او حد كاتب حاجة، مش كاتب حاجة اساسا، وهطلع غلطات. طب اطلع غلطات ليه؟ تمام، ما تكتبش اسمك خالص، ما تكتبش اسمك انت، بس ايه عايزين نكتب اي اساية عن اي موضوع نفسك فيه، تمام. اسهل موضوع بالنسبة لك اكتب فيه، تمام، مقدمة وموضوع وخاتمة وكلام زي كده، تمام. وبعد كده ايه ابدأ اكتب وشوف، نشوف مع بعض ايه الغلطات. لكن انا كل مرة كل فيديو الظاهر الناس مش بتحضر الفيديو لغاية الاخر، لذلك قلتها في اول فيديو اهو. سامعين؟ عايز اساي كتير يجينا على الجروب بحيث ان احنا نناقشه كده ونشوف ايه الغلطات وازاي بيتحسب الدرجات اللي في الامتحان، عشان نفهم ليه احنا بننقص او ليه احنا بناخد الدرجة النهائية، تمام، او ليه زميلي بياخد الدرجة النهائية وانا نقصت عنه، تمام. طيب يلا بينا كده نبدأ. page 52 the thief dash away from the police through the gap of in the window. في فتحة في الشباك فالحرامي هرب منها، يبقى run away، تمام، هرب أو هرب escape the way from the window، تمام كده. he wrapped the present، هو لف الهدية in a golden paper، في ورق ذهبي. عايز المراد بتاع كلمة wrapped، لف يعني. أكيد طبعا هتقول لي cover، تمام، cover اللي احنا بتاع الموبايل ده، غلاف أو envelope، ظرفها كده، حطها في ظرف كبير أو حطها في غلاف أو حاجة حلوة أو شنطة، لذلك اسمها envelope. in emergency، في حالة الطوارئ. we should evacuate the building، ده synonym of evacuate، مرادف، سينونيم يعني مرادف، evacuate، يخلي أو يجلي، empty أو leave the building، يسيب المبنى. وما has a new dash، وخلي بالك هنا بيقول لك أكيد حاجة بتتعدي يعني. one is a smartphone to understand the foreign languages، يبقى أكيد معاه a new app، يعني application جديد. خلي بالكم من الحاجات اللي هي المفردة دي والجمع والحاجات اللي بتتعد وحاجات ما بتتعدش، بتسهل علينا كتير في الإجابات. طيب the students answered the questions in the dash and then checked their scores. طيب in the نقول in the quiz، يعني في المسابقة اللي هو الكويز، امتحان صغير كده، وبيقول لك وتشيكد ذير سكورز، وشافوا ايه نتائج الاختبار بتاعتهم. After lengthy peace talks، بعد محادثات سلام مطولة يعني، the two enemies، العدوين يعني، finally agreed to a dash، وافقوا على معاهدة. ما هي دي الكلمات بتاعت القصة truth. my dad uses dash if he doesn't know which road to take، يبقى لو مش عارف يروح انهي طريق فبيستخدم الجي بي اس، تمام، general positioning system، تمام. in the future we will have the dash to travel to space on our holidays، هيبقى عندنا في المستقبل حاجة تساعدنا على السفر ايه للفضاء، لقضاء الأجازة، يبقى هيبقى عندنا تكنولوجيا. الله أعلم التكنولوجيا دي هتكون شكلها ايه، بس لسه هنشوف يعني. يبقى we will have the technology. I have bad cold so it's difficult for me to، انا عندي نزلة برد يعني، لذلك صعب عليا ان انا ايه بقى، ان انا اتنفس، مناخيري مسدودة خالص فمش عارف اتنفس. he should always put our plastic rubbish in a separate، منفصل يعني، لازم نحط المخلفات البلاستيكية plastic rubbish in a separate بن، بسلة، سلة منفصلة دي بتاعت البلاستيك لوحده. everything is done except the salad، could you please help me dash the vegetables، هو كل حاجة جاهزة ما عدا السلطة، تقدر تساعدني أخرط السلطة، الخضروات، أسف.
تمام، يبقى شاب بمعنى يخرط. It's easy to dash around in that city because the public transport is cheap and efficient. يعني صح المواصلات العامة بيقول لك في المدينة دي رخيصة بس يعني ممتازة في نفس الوقت، efficient وكفء يعني. يبقى get around طبعا يتجول في المدينة، get around. The boys got ill. The injured man because they had learned about. قدروا يساعدوا الراجل المصاب عشان أكيد عندهم إيه first aid، اتعلموا بخصوص الإسعافات الأولية. He's nearly 60 now but he's strong dash and full of energy. يبقى طالما هو راجل strong يبقى أكيد عايز صفة تاني، تمام، healthy. healthy برضو إيه صفة، تمام، قوي أو صحي أو يتمتع بصحة جيدة. طيب I'll put an announcement، هحط إعلان upon the dash، أكيد على اللوحة يعني أو على المكان كده عامل زي اللوحة كده عشان الكل يشوفه. on the board we should clean the kitchen floor at dash once a week. لازم ننظف أرضية المطبخ على الأقل، at least، هي كلمة ماشية مع كلمة اسمها كده at least، على الأقل. A person's dash records are confidential. اللي هو السجلات بتاعة العيانين بتعتبر حاجات سرية، confidential. يبقى إذا medical. ليه يا مستر medical؟ طب قول أنت ليه medical؟ علشان صح، في ناس قالت صفة، برافو. علشان صفة قبل الاسم، علشان صفة هنا عايز في الحتة دي صفة قبل الاسم. records اللي هي records اللي هي سجلات. طيب A dash is a structure of, made of wood, metal that surrounds a piece of land. أكيد فنس طبعاً، هو يعني هو مجرد سور كده خشبي بسيط يحاوط الأرض من كل ناحية عشان يحدد الملكية بس مش أكتر. You should always take your shoes dash at the door. المفروض إن أنت تقلع الحذاء بتاعك عند الباب يعني، تمام، take off. The government has promised to spend more on dash and education. يبقى الحكومة قررت أو وعدت إن هي تقضي أو تصرف يعني more wealth on health and education. يعني تصرف كثيرا على الصحة والتعليم. That morning the dash over the fields was so thick. يعني اللي هي الحاجة دي عبارة عن حاجة تخينة شوية كده أو سميكة شوية. That almost is impossible to see where they were going. صعب إن أنت تشوف منه مين رايح فين. فإذا فنس طالما قال لك حوالين الحقول. طيب آسف لا ده هنا يقصد ال بيقول لك that morning النهاردة الصبح. آسف مست يا شباب، مست يعني الضباب، مست الضباب لأنه النهاردة حدد إن هو ذات مورنينج يعني، مست يعني الضباب. طيب old reference books المراجع اللي هي الكتب المرجعية القديمة الفظيعة دي may not be dash from the library، مش هتتشال، may not be removed لأن المكتبة مليانة كتب أثرية قديمة. طيب ده passerby that gave dash to the injured officer was rewarded. ال passerby واحد كده ماشي في الشارع عابر سبيل أعطى إسعافات أولية، يبقى first aid للراجل المصاب أو اللي هو الضابط المصاب، تمام. طيب the brave knight raised his dash and killed the wicked king. الراجل المحارب النايت ده الفارس ده الشجاع رفع إيه سيفه sword and killed the wicked king، قتل الملك اللي هو الوحش ده او الشرير. diseases spread through poor dash conditions. يبقى diseases spread through اكيد ال diseases اللي هي الامراض يعني بتنتشر خلال ايه خلال ال poor hygienic ولا sanitation حاجة تحير صح. طب احنا عايزين ايه هنا اساسا؟ عايزين صفة يا شباب. طيب يبقى اصحى للون،
هايجينيك صفة قبل الاسم، صفة قبل الاسم. طيب the astronauts went on يعني استمر يعني space walk to replace the broken part عشان يصلحوا، فضلوا يتمشوا في الفضاء، مش بيتمشوا يعني يتفسحوا، لا ده هما معاهم شغل يعملوه يعني. ف space walk to replace the broken part عشان يصلحوا الجزء المكسور، يبقى a 2 hour. ليه يا مستر اخترت a 2 hour وسبت 2 hour مثلا؟ احنا عارفين ان لما يكون في شرطة في النص اسمها هايفن، تمام، الشرطة دي بتخلي كلمة 2 hour صفة، وطالما بقيت صفة ما تتحطلهاش اس. نقول تاني، الهايفن او الشرطة اللي في النص دي اللي تلزق الاتنين في بعض معناها ان الكلمة دي اصبحت صفة، او اصبحوا كلمة واحدة بس كلمة مركبة او صفة مركبة، والصفة المركبة دي لا تجمع. لذلك عندك اختيارين، الاختيارين دول تو اور و اتو اور. طب يعني اميز بينهم ازاي؟ الا دي بتاعت سبيس ووك لانها تتعد، يعني ممكن سبيس ووك يعني الفترة اللي قعدوها في تصليح الحاجة دي وفي العمل ده، تمام. زي مثلا لما انت بتقول مثلا how many times او how often او I spent a great time in the park، انا قضيت وقت ممتع، مش انت بتقول a great time، ما بتقولش ليه great time بس، انك قضيت period فترة، فالفترة دي ممكن تبقى فترتين، ممكن تبقى 10، ممكن تبقى 20. فلذلك هي space walk دي countable او بتتعد، لذلك حطينا قبلها a، تمام، عشان دي كانت فترة واحدة بس ومفيش حاجة تاني تتصلح. he took some coins from his dash، اخرج او اخذ يعني بعض النقود من الجيب بوكيت. it was time to pull the dash and sail away. اكيد pull up رفع يعني او شد ايه انكا اللي هو المرسى او اللي هي البتاع اللي عامل زي الخطافي الكبيرة اوي دي، وبدأ يبحر. طيب I was upset as my colleague had played a dash on me and everyone laughed. أكيد خدع أو عمل فيه مقلب، يبقى had played a trick on me. اسمها كده play، احفظها كده play a trick on، play a trick on يعمل خدعة أو مقلب في واحد تاني. طيب a dash is legal process to decide if someone has committed a crime. يبقى طبعا ده legal process، عملية يعني قانونية، قانونية تكون محاكمة طبعا، trial يعني المحاكمة، تمام. طيب what time does it get dash in the summer؟ does it get dark، تظلم او تظلم dark in the summer، تمام. طيب there was an، خلي بالك كلهم حروف متحركة، خلاص ما فشلت الخط. there was an dash article and vegetarianism okay in the paper yesterday. والله بيقول في مقال شيق عن الناس النباتيين في الجورنال او في الجريدة امبارح او امس. طب المقال ده اكيد مقال ممتع وشيق، يبقى interesting شيق او ممتع، لكن لو انا اللي حسيت بالاستمتاع والنشاط الحيوية دي هقول انا interested يعني، وغير كده interested عايز وراها يعني، ماشي. طيب تعال نشوف اللي بعده. are you dash with the translation app؟ عاوز اقول له هل انت مستفيد من البرنامج الترجمة ده؟ I can show you how to use it if you like. يبقى are you benefiting with ولا familiar with؟ familiar يا مستر، هي benefiting معناها مستفيد بس المفروض وراها from، لكن familiar with عايزة وراها كلمة with اللي هي حرف الجر with، familiar with متألف معايا يعني او ماشي معاك، تمام. خلي بالك من حروف الجر عشان مهمة جدا. we need to dash which internet TV channel is showing the documentary.
عايزين نعرف we need to find out. find out يعني يكتشف مين في القنوات التلفزيون هتعرض برامج وثائقية. the vehicle is very hard to dash. العربية صعب ان انت تعمل كذا. I hope there is nothing wrong with the wheels. مكنش في مشكلة في العجلات. يبقى العجل بتاع العربية مش راضي يلف. steer. steer يعني يلف العجل او يلف يمين يلف شمال. I would find it impossible living dash I don't know how you do it. I'd find it impossible لأن أنا لقيت صعوبة أن أنا أعيش لوحدي on my own يعني لوحدي. تمام. The dangerous pirate was kept heavily guarded until his dash. يقول لك والله الدينجرس بايرت ده اللي هو القرصان اللي هو الخطير ده was kept heavily guarded يعني دايما عليه حراسة كبيرة لغاية لما until his ايه بقى trial لغاية اللي هي المحاكمة بتاعته يعني. طيب today kids learned how to take care of their personal طالما قال لك personal صفة يبقى عايز وراها اسم وهي بيرسونال معروفة بيرسونال هايجين اللي هي النظافة الشخصية. My mom loves watching Dash on National Geographic. يبقى بتحب تشوف البرامج ايه الوثائقية يبقى documentaries. documentaries يعني برامج ايه وثائقية. If you see a fire call the Dash service. اتصل بخدمة الطوارئ لو في حريق emergency service. I dashed six shots at the target, but his aim was terrible. He missed all of them. يبقى أنا أطلقت النار. I fired six shots. أطلقت ست رصاصات على الهدف لكن ولا واحدة صابت. طيب. Viruses can be spread through the coughing and sneezing. خلال الكحة والعطس. I think I'm getting a cold and I'm tired. I have been coughing and sneezing. هو بيحلها تقريبا. Our products are dash in wide range of colors. البضائع بتاعتنا متوفرة available متوفرة يعني في نطاق واسع wide range يعني على نطاق واسع من الألوان يعني او ألوان كتير يعني. طيب. He has to be careful what he eats because he has not dash. وبيقول هنا مفرد طبعا يبقى اكيد عنده حساسية allergy طالما قال ايه يبقى عايز اسم I'm not allergy. طيب I'm still doing dash for my school project. يبقى I'm still doing research بقوم بعمل بحث علمي عن مشروع المدرسة. The symptoms of the disease اعراض المرض dash tiredness and loss of memory. أعراض المرض تشمل include على فكرة عشان جمع symptoms أعراض جمع يبقى include تمام لكن contains دي لما أقول كل المكونات أو المحتويات اللي جوه الحاجة تمام. طيب وكذلك consist of برضو تتكون من كذا وكذا وكذا لا أنا بقول بما فيهم يعني مش هي دي كل حاجة لا فيها تعب وفقدان مؤقت في الذاكرة. The therapist allowed Aya to talk about the feeling of fear and therapist اللي هو المعالج او الطبيب سمح لآية ان هي تتكلم عن مشاعرها عن مشاعر الخوف والخوف دي اسم ولا فعل اسم تمام يبقى عايز وراها اسم تاني دايما الحاجة معطوفة على نفسها and دي نفس الاعراب ما قبلها هو اعراب ما بعدها اسم يبقى وراها اسم صفة يبقى وراها صفة فعل يبقى وراها فعل. I can't stop sneezing because I have a dash to your pets. أنا مش قادر أبطل عطس علشان خاطر عندي allergy وهي في A أو N برضو مفرد برضو تمام كويس شوف اللي بعد. Meeting were held to update employees as soon as new information became became طبعا عايز أقولها صفة يقول لك الاجتماعات بتعقد تمام علشان خاطر update employees
عشان يجددوا البيانات الموظفين وحاجات زي كده، ويغير الموظفين والبيانات وحاجات زي كده، وكلهم كل بياناتهم اصبحت ايه افيلبل متاحه، لان بيكام زي ما قلت لك وراها صفر. طيب لايف جاردز ار تريند تو ديل ويز، اللي هو الناس اللي هم المنقذين اللي بيكونوا عند حمامات السباحه دي، بيتدربوا كويس خالص عشان يتعاملوا مع ايه بقى، مع حالات الطوارئ emergencies. تمام اوكي. ذا كار اكسيدنت ليفت هيم سيريسلي. طالما قال لك سيريسلي ظرف يبقى عايز وراه صفر. انجرد يبقى سيريسلي انجرد صفر. الظرف دايما بعده صفر. تمام. يقول لك داش از system that can show the exact position by using signals from satellites. اكيد طبعا جي بي اس يعني هو اللي بيرسل من خلال اشارات من الساتلايت. You can buy anything you want online with a dash of button. بس اكليك اوف بتون بضغطة زر تقدر تشتري اللي نفسك فيه منين؟ من النت. آية is so happy with the dress she bought. فرحانة بالفستان اللي اشترته آية because it has dash. Which means she won't need to carry handbag. أكيد في جيوب لذلك مش محتاجة تشيل معاها شنطة. He thought his performance was superb. اللي هو يعني الأداء بتاعه كان فظيع خالص أو محترم جدا، لذلك he was shocked when he heard his supervisor's negative. تعليق سلبي يبقى فيدباك. فيدباك اللي هو تعليق او تغذيه راجعه، بس كان سلبي. اتفاجئ لما سمع التعليق السلبي. We stayed in a 5-star-hotel. يبقى 5-star طالما فندق 5 نجوم يبقى لوكسري فاخر يعني. طيب the weather is dash to improve over next few days. يبقى يعني مش من غير المتوقع يعني ان هو يتحسن. unlikely هتقول لي طب يمكن يتحسن، طب فين likely؟ ماشي هات لي كلمه likely معناها من المحتمل بتساوي probably. طيب يبقى دي غير المحتمل. ماشي. can you dash how it feels to be blind. اكيد هقول لك can you imagine، هل تستطيع ان تتخيل احساسك وانت ان الواحد يكون اعمى. It is a difficult choice to dash. هي choice دي بتاخد make ولا do. Make a choice. طيب how much does this book dash cost. يكلف ايام اعدادي زمان واحنا صغيرين. How much does it cost. The dash of booking tickets in advance. In advance يعني قبلها بفترة، مقدما يعني قبلها باسبوع ولا اسبوعين يعني. Is that you get better seats. بتحصل على مقاعد افضل. يبقى طبعا بروز مزايا، مفيش كلمة مزايا، يبقى في advantage. Do you like a dash off for a meal after work. تحب تطلع بره عشان يعني ناخد وجبة بعد الشغل، يبقى going out for a meal. Going out for a meal. We stopped at dash station to get fuel. يبقى we stopped at the petrol station او gas station. gas station دي امريكا لكن petrol station دي بريطانيا. ماشي. please describe the court. اوصف للمحكمة بدقة. exactly بدقة اهي ظرف عشان exactly الظرف بيوصف الفعل. ايه هو الفعل اللي هو describe، ايه اللي حصل. تمام يبقى describe فعل رئيسي عايز ظرف. ماشي. almost every night I dash awake in bed worrying about my family. يبقى تقريبا كل ليلة أنا بفضل نايم على السرير لكن في نفس الوقت صاحي بفكر وقلقان عن العيلة بتاعتي. The speaker attempted to rouse the crowd. يعني يهيج أو يثير الحشد أو الجمهور إن هو بقى يعمل cry of action، صيحة الحركة والحماس. طيب the word
The world changed rapidly. العالم بيتغير بسرعة. After the dash of telephone. Of the telephone. بعد اختراع. The invention of telephone. GPS helps you to dash your journey from the place. From one place to another. يبقى from to navigate. يعني نقول ايه يسافر او يتجول من مكان الى اخر. عشان to عايز بعدها فعل في المصدر. طيب dash vehicles use both. اول ما يقول لك vehicles both فيها كلمة الاتنين اكيد هتقول hybrid الهجين عربية الهجين اللي بين كهرباء وبترول في نفس الوقت. If you insist on eating so much لو عايز تاكل كتير you will have to take the consequences عليك ان تعرف النتائج اللي هيحصل لك بعد كده. consequences يعني results النتائج. طيب have you had any dash from the customers about the new soap؟ هل خدت اي فيدباك خدت تعليق الناس على اللي هي الصابون الجديد؟ it is important to give employees regular dash on their performance. برضو نفس الفكرة regular صفة عايزة وراها ايه اسم فيدباك تعليق مستمر على ادائهم. performance يعني الأداء. I have found really a really في المصدر اهو يعني الكلمة دي ما تنفعش تمام useful dash about allergies on the internet. طالما انترنت يبقى ويب سايت موقع على النت يعني ماشي. هنشوف اللي بعده. I'm not making much dash with my Spanish. انا مش بحرز تقدم يعني I'm not making progress. progress يعني تقدم في اللغة الاسبانية. parents should teach their children to behave. behave يعني يتصرف او يسلك يعني دي فعل رئيس اكيد عايز ظرف يبقى دي عشان عايز ظرف يبقى ايه properly. properly يعني بدقة او بشكل حسن يعني in public امام الناس او امام عامة الشعب. تعال نشوف exercise on structure خاص بالقواعد. if Magda dash a language course she would be able to speak to foreigners. طب هنا مكتوبة would be يبقى if Magda did ماضي حالة تانية. what would you do حالة تانية برضو اهو would مصدر. if your friend had an accident you dash make loud noise in the library or وإلا you will get into trouble. يبقى ممنوع you mustn't ممنوع تعمل دوشة وإلا هتخش في مشاكل. you dash to take some rest تمام يبقى it's خلي بالك بيقول لك it's dash to take some rest. it's فيها حرف فيها كلمة is يعني يبقى عايز صفة هنا الحتة دي عايز صفة. ايه هي الصفة؟ necessary. necessary يعني ايه ضروري. you dash run in the street it's dangerous تجري في الشارع انه موضوع خطير يبقى you mustn't ممنوع طبعا تجري في الشارع. you dash swim too far from the boat تعوم بعيد خالص عن المركب يبقى you shouldn't نصيحة shouldn't. you dash wash your hands after working in the garden بعد ما تشتغل في الحديقة يبقى you a must فيش must في a must لا a must دي عايزة كلمة it's it's a must it's a must لكن هنا في الحالة دي تبقى you should وهنا should تقريبا بتقوم بنفس الدور اللي هتقوم بيه must يعني. you dash go outside it's raining الدنيا بتمطر بره يبقى ما تطلعش you shouldn't go outside. you dash eat food after it falls on the floor يبقى you بعد ما يقع على الارض يعني يبقى you mustn't طبعا بعد ما الاكل يقع على الارض اكله ازاي مينفعش. you dash clean your keyboard frequently تنظف اللي هي لوحة المفاتيح بشكل مستمر يبقى you should دي نصيحة حلوة يعني حاجة حلوة. tourists dash try the Egyptian food the Egyptian food it's delicious يبقى شوت برضو نصيحة ان يجرب الاكل المصري بتاعنا. look after your possessions
شوف ايه هي ممتلكاتك وحاجتك. You dash leave them on the bus or train. لا you mustn't بقى او you shouldn't leave them. ممنوع تسيبهم على القطار او على الاتوبيس. What dash I do to be better at English. يعني اعمل ايه عشان اتحسن في الانجليزي؟ يبقى What should I do. طب ما خدتش ليه out؟ ما هي نفس الدور. هنا out عايزة to out to. تمام مفيش كلمة تو هنا مكتوبة I do مقالش ought مثلا ought to what should I what ought I to كذا. يعني بعد I يحط هنا كلمة تو قبل do. طيب هنا مفيش خلاص اختار should. Please tell me what I should and اللي أعمله واللي ما أعملهوش. should and shouldn't do. should and shouldn't do. تمام كده. You dash sleep in the same bedding without cleaning it for many days. لا يعني you needn't أو don't have to. بس هي يعني هو بيقول لك تنام على نفس الملاية السرير يعني بدون ما تنظفها يعني أو تغيرها many days. واضح إن many days دي كتيرة قوي يعني أكتر من أسبوع ولا حاجة. فخلاص كده خليها mustn't. تمام you mustn't sleep. طيب it is raining outside. يعني needn't دي معناها مفيش داعي. لا هو بصراحة many days دي خلت الجملة مضطرين ان احنا نعمل كده. it is raining outside you dash take your umbrella. يبقى الدنيا بتمطر. تمام يبقى you must او should take your umbrella. you dash prepare food after touching an animal. بعد ما تلمس الحيوانات يعني المفروض طبعا لا يعني ما تجهزش الاكل طبعا. you shouldn't لان انا المفروض ان انا اغسل يدي الاول. you shouldn't prepare food. طيب I really dash buy my mother a present on her birthday. we should be grateful. لازم يكون عندنا عرفان بالجميل. يبقى ده اسمه تذكير قوي للنفس. يبقى we must. we must following rules of cleanliness is a dash to avoid infection. ان احنا نتبع قوانين النظافة. تمام ده حاجة اساسية. it's a must انها ضرورة. اهي it's a must انها ضرورة. he dash wash his hands before he eats. يبقى لازم يغسل ايديه. فين كلمة has to؟ مفيش has to. يبقى he should او he must. is it an لسه قايلينها فوق it's a must بس المرة دي عملها لك بدل ما يقول لك it's قال لك is it a must. you dash your eyes on the road ahead you will cause an accident. يبقى you mustn't keep your eyes on the road ahead or you will cause an accident. لا اكيد طبعا you should keep يعني you must keep طبعا مش mustn't. لازم اخلي عينيا على الطريق علشان خاطر اركز في الطريق. طيب if you leave the party now you dash desert. desert اللي هي الحلوى يعني. لو انت مشيت دلوقتي جملة مضارع اهي يبقى في هنا will miss. will miss. tell them they really dash come and visit us I would be lovely to see them. طيب tell them they really should or must come. must come or should come and visit us. unless you work harder لو لم تعمل بجد اكتر you will miss the exam. تمام هيفوتك الامتحان يعني. I dash cycle to work if I had had وسكته. تمام خلاص I would cycle to work if I had a better bike. تمام I can't decide can't decide if we dash go out for dinner tonight or stay in. يبقى I can't decide if we أنا مش قادر أقرر إذا كنا هنقعد يعني هنمشي للغدا النهاردة ولا يعني زي إيه هنخرج برا نتعشى برا ولا هنقعد نتعشى هنا. يبقى if we should عادي
بالظبط عادي، مش لازم ماست يعني، لأنه حتى بيقول لك I can't decide يعني. طيب شوف اللي بعدها بس كده، ثانية واحدة كده يا جماعة. I can't decide if we dash go out for dinner tonight or wait. أو إن احنا نستنى، واضح إن هو هنا عايز يعني مضطرين ان احنا عاوز يقول ان احنا، هو احنا لازم نطلع بره يعني، هي ضرورة يعني. ممكن تبقى must لاقي اكتر، هما الاتنين لاقيين على فكرة يعني، must و should الاتنين مش غلط يعني، بس يمكن must لاقي اكتر شوية، ان احنا مش هو احنا لازم يعني، انا ما قررتش اذا كان لازم نطلع بره النهاردة ولا لا يعني، هي must بتد معنى اقوى شوية. خلينا الاجابة must. What would you do if you dash the lottery، اللي هي اللي نصيب دي بتاعت السفر، السفر الى امريكا يعني. يبقى would you do حالة تانية، يبقى if you won. When we were little we dash do everything our mom told us but not anymore. When we were little لما كنا صغيرين، تمام. يبقى طالما اهلك were ماضي يبقى اكيد فعل ماضي، يبقى had to. طيب you dash go diving in the in those caves it's very far very far it's far too dangerous. go diving بيقول لك يبقى ممنوع طبعا تروح الكيفز دي انها خطيرة جدا، you mustn't go diving تحت البحر طبعا، في كيفز طبعا بيقول لك خطيرة ما تدخلش فيها، تمام. dash training hard you can't win the match، لو لم تتدرب باجتهاد يبقى without، عشان وراها verb plus ing اهو، مفيش اي فعل وراه، يبقى اذا ايه اي ان شي وسكت. do we dash speak english language at academy، المفروض do we have to speak، هل احنا هي have to عايزه do عشان ده السؤال، do we have to، تمام. طيب if you multiply 10 by 12 ضربت 10 في 12 what dash you do what will you get what will you get، ماذا سوف تحدث يعني، لأنها دي حالة أولى إيه multiply. I miss you so much you dash come and have lunch with me، يبقى يعني من باب العزومة القوية يعني you must you must. you dash work harder to improve your score، عشان تحسن الأداء بتاعك، وإلا otherwise you will get low marks، هتجيب درجات قليلة، يبقى you must work harder، لازم تشتغل كويس. طيب you dash smoke in public places، يبقى ممنوع you mustn't، ما تجيش مستشفى وتدخن مثلا ما ده مكان عام. I really dash buy my mother a present on her birthday one should be grateful. دي تذكير قوي للنفس واتكررت must. You dash pass driving test to drive a car in Egypt. دي حاجة غصب عنك. You have to pass the driving test. لازم تعدي اختبار القيادة ولا مش هيدي لك رخصة. You dash take photos here. It's a military area. يبقى you المفروض يعني ممنوع طبعا. You mustn't يعني ممنوع. better dash if you leave it out in the sun. يبقى better melts ده حاجة أساسية. he will visit you if you if he أسف dash. طالما قال لك will visit حالة أولى يبقى if he has time ده هو عنده وقت. if a tree dash deep roots it won't fall over. دي حالة أولى يبقى if a tree has ماشي. if he arrived early he dash dash catch the metro. ده سؤال خلي بالك ده سؤال، يبقى will he catch the metro would he catch the metro would he، عشان هنا سؤال اخره ايدين حالة تانية.
if she trains hard لو اتدربت بشكل كويس she dash next week race يبقى she will win next week's race. You mustn't tell this to anyone. It's a secret. This means انت مفيش مش ملزم ان انت ما يعني ما تقولش لاي حد. ده سر. ده معناه ان هو ايه بقى؟ It's necessary not to tell anyone, not to tell this to anyone. من الضروري ان انت ما تحكيش لحد الموضوع ده. It's necessary. طيب if you plant a tree dash the world to breathe اكيد هتساعد العالم عشان يتنفس يعني يبقى it helps او it will help يعني it helps بصفة عامة يعني مش بصفة خاصة. طيب I dash buy that vase if I had enough money if I had حالة تانية يبقى I would فين would بس would buy مش would have وتصريف تالت لا would buy if I dash read the newspapers I wouldn't know حالة تانية يبقى لو انا ما قريتش الصحف if I didn't read انا مش عارف ايه اللي هيحصل. طيب if he dash it again he would be punished if he لو عملها تاني يعني if he did it again لو هو عمل كده تاني هيتعاقب. If he had locked his car if he had locked his car it dash have been stolen لو هو يعني locked his car نقول قفل العربية بتاعته يعني ما كانتش wouldn't have been stolen ما كانتش اتسرقت. If Manad read the news she was dash sorry to hear about the terrible accident يبقى لو منال قرأت الأخبار كانت عرفت بس منال هنا مفرد وريد ما فيهاش اس يبقى إذا ماضي. طيب يبقى إذا منال ريد حالة تانية يبقى she would be sorry إيه would be sorry. If I were rich لو أنا غني I would help you معناه إن أنا مش غني that I am not rich أيام حاليا أنا مش غني لكن جايز في المستقبل أبقى غني. داش هي a proper plan خطة يعني معينة يعني أو دقيقة يعني he wouldn't waste his time يبقى لو هو عنده خطة دقيقة. طيب هنقول had he a proper plan عشان دي حالة تانية اهي wouldn't waste يبقى had بس مفيش had. طيب نقول dash of the right words I would have told him what I was thinking. طب would have told دي حالة تالتة حالة تالتة يبقى هنقول ايه بقى had I thought of the right words لو كنت وقتها فكرت في الكلام الصح كان زماني عرفت اقول له او ارد عليه واقول له اللي انا بفكر فيه. طيب معلش هو الترانسليشن انا مش مجهزه صراحة فانتوا لو في اي حاجة واقفة معاكم قولوا لي في التعليقات تمام لانهم كتار شويتين وهو ان شاء الله يعني الترانسليشن ما فيهاش مشكلة ان شاء الله يعني. طيب تعال نشوف الريدنج decent life or حياة كريمة is the motto هو حياة هي decent life يعني حياة كريمة تمام هو شعار of the initiative مبادرة launched recently as a national project aiming to improve the quality of life هو بيقول لك حاليا هو مشروع قومي بيهدف الى تحسين جودة الحياة people of the Egyptian countryside اللي هي الناس اللي في الريف يعني and raise the efficiency of services آسف وبيؤدي برضو إلى زيادة اللي هي كفاءة الخدمات provided to them them هنا عايدة على الناس اللي هي في الكانتريسايد تمام. Most villages in Egypt suffer from shortage in some development services معظم القرى بتعاني من نقص أو تعاني من نقص في إيه في الخدمات اللي هي التطوير يعني and facilities والمرافق such as
clean water زي المياه النظيفة، شبكات المياه النظيفة، sanitation النظافة العامة، and gas واللي هي البنزينات اللي هي الغاز يعني، والحاجات دي زي أنابيب الغاز الطبيعي والحاجات دي زي كده، electricity الكهرباء، schools and hospitals وكذلك المدارس وكذلك ايه المستشفيات. The initiative deals with developing agricultural projects برضو من دورها المبادرة ان هي تنمي المهارات ايه المشاريع الزراعية in various areas within Egypt في كل المناطق او مناطق مختلفة داخل مصر. It provides marketing and investing solutions to these lands in addition to all relevant business associated with the project. بقول لك وكمان provides بتبند او بتزود اللي هو التسويق بقى والاستثمار، او تدي حلول للاستثمار والتسويق في هذه الاراضي، بالاضافه ان هي لها علاقه ب businesses الشركات associated with the project اللي هي التي تتعامل مع المشروع ده، او ماضيه زي على اتفاقيات مع الحكومه ان هي تساهم في المشروع ده. تمام، including the division of lands زي تقسيم الاراضي مثلا، and proposing it to investors وان هو يعني لو حد عايز يستثمر فيها او يقترح على فكره مشروع معين يديها له. small farmers and youths for cultivation and development of these lands وكمان بتساعد حتى الفلاحين الصغيرين او الفلاحين اللي هم يعني عندهمش امكانيات معنى صح، والشباب على الزراعه والتطوير في هذه الاراضي. طيب the aim to achieve sustainable development عايزين نعمل تنميه مستدامه in the area through developing regional communities ان احنا ننمي هذه المجتمعات التي تعيش في هذه المناطق يعني، and attracting the Egyptian investors to and others ونجذب اللي هم المستثمرين المصريين والآخرين يعني، وكمان small farmers and youth to live and work in it وعشان يعيشوا برضو في القرى أو يعيشوا في مش لازم كله يتكدس في المدينة، كل ممكن نوسع لنفسنا شوية ونبدأ نعيش في القرى طالما فيها نفس المرافق اللي في المدينة. تمام، regarding the countryside development وبخصوص تطوير اللي هو الريف يعني، Egypt seeks to treat the waste water تسعى مصر إلى التعامل مع المياه اللي هي المخلفات يعني المية، which is dumped into sea or lakes اللي هي يعني تصب أو يتم التخلص منها في البحر والبحيرات، with the treated water to be reused عشان خاطر المية دي يعيد استخدامها in new projects across Sinai من خلال ان احنا نعيد استخدامها تاني ونبعتها الى مدينة سيناء يعني. thus لذلك a total of 100,000 fidans 100,000 فدان will be ready agricultural use هتكون صالحة للزراعة in Sinai في سيناء طبعا using the treated water باستخدام هذا الماء المعالج. طيب which one is suitable title for the passage مين في دول بقى يعني عنوان مناسب للقطع، هل cultivating lands ولا treating waste water ولا حياة كريمة او decent life ولا getting investors؟ اكيد عرفته طبعا، حياة كريمة اللي هي decent life ده احسن عنوان للقطع. according to the text 100,000 fidans will be ready for agricultural use in Sinai if sea water is used استخدامنا مية البحر ولا water waste water is treated يتم علاج المياه اللي احنا بنستخدمها ولا ده كانل ولا water، لا هي دي. طيب the underline brown them اللي فوق دي احنا قلنا عليها الناس اللي عايشين هناك people. تمام اللي هي دي فهم اهي provided to them services provided to them. طيب what does the underlined word associated mean؟ associated يتواكب معه ويتآلف معه. تمام اللي هي دي الشركات اللي هي بيقول لك businesses اللي هي الشركات associated with the project
يبقى بتتعامل مع المشروع، تمام؟ يبقى انهي واحدة؟ اكيد الاجابة طبعا هتبقى ايه، connected to، مرتبطة بيه اهي المشاريع. ماشي، تعال نشوف اللي بعدها. according to the passage the project of حياة كريمة داش، حسب القطع يعني مشروع حياة كريمة ده عايز ايه؟ won't be helpful، مش هيكون مساعد للمصريين، ولا aims to improve the city، يحسن المدينة، ولا aims to improve the countryside، عايز يحسن الريف هو ده، ولا aims to build a new community، لا هو عايز يحسن الريف. طيب pick up pick a word from the text that means environmentally friendly، يا ترى من في دول معناها صديق للبيئة، تمام؟ هل كلمة launch ولا national ولا dump ولا sustainable؟ أيوة يا شباب، ماشي، الإجابة sustainable، تمام. مستدام هي نفسها بتكون environmentally friendly، حاجة صديق للبيئة، فتفضل حاجة دائمة. طيب in your opinion to attract Egyptian investors، عشان نجذب اللي هي المستثمرين المصريين، the project must give them land for nothing، مقابل بدون مقابل، نديهم أرض بدون مقابل، و achieve sustainable development، نساعد على تحقيق التنمية المستدامة، و provide them with gas، نديهم gas، و treat water waste water for them، نعالج المياه لهم. هم المستثمرين عندهم مشاريع، مش لازم نعالج لهم المياه يعني، تمام؟ فالمهم ان احنا نحقق التنمية المستدامة. طيب زي ما قلت في الاول، عايزين نكتب عن اي اساي، يعني مثلا هنا بيقول لك مثلا what the young people should do to help their community، ده موضوع حلو قوي، نعمل ايه بقى عشان نساعد المجتمع بتاعنا وخصوصا الشباب من دينا يعني، تمام؟ طيب كده احنا يونت كده شهر فبراير خلص تماما يعني، ان شاء الله اي امتحان باذن الله تقفلوه باذن الله، ان شاء الله نكمل يونت تاني. مع السلامة.